مصر المستقبل، دولة شابة متطلعة لمستقبل يليق بها، دولة حديثة، دولة قوية، دولة قوية بتاريخها وحضارتها وعبقرية موقعها وأصالة شعبها. أهلا بكم شركاء في التنمية وداعمين مستقبل مصر. وما اجتمعنا اليوم إلا لجهد سابق على مدار 33 عام من السعي الدؤوب لجمعية مستثمري السادس من أكتوبر والتفاني الصادق ومعاونة شركاء النجاح من كافة القطاعات. فقد كانت الأفعال تسبق الكلام لدعم الصناعة والاستثمار في مصر ورفع كفاءة الخدمات العامة من أجل واقع اقتصادي أفضل. تلك أحلام جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أحلاما مشروعة وطموحات مستحقة سنحولها إلى واقع ملموس. كل الشكر والتقدير للحضور الكريم والذي نسعد بتشريفهم اليوم أو من أناب عنه. هذا التواجد المشرف لناس كتيرة وتذكر ناس مهمة في مسيرة عمل 6 أكتوبر ونجاحاتها، نموذج الحقيقة اللي لازم نحتفظ به. ده اللي احنا بنتكلم على مجموعة القيم، وإن البلد عشان تتبوأ ما تستحقه في مقدمة الصفوف تحتاج هذا الجهد والتذكرة، عشان اللي موجود النهاردة حتى في العمل يميز ان الناس بتقدر تميز بين اللي بيؤدي عمله باخلاص يعني والاقل عملا. احنا سعداء طبعا ان احنا بقالنا فتره ما شفناش، انا ما كانش عندي فرصه اتقابل مع المستثمرين بتوع مدينه 6 اكتوبر، انما النهارده احتفاليه كبيره الحمد لله وفيها مجموعه من الساده الوزراء والمحافظين. فالاحساس الجميل بتاع ايام زمان ما كنا بنجتمع وبنتكلم، فدلوقتي انا سعيد ان انا شفت كل اصدقائي وشفت كل الناس اللي بحبها وبتعاون معاها من زمان، فعندي سعادة كبيرة ان احنا نسترجع ايام زمان يعني معاهم. 6 اكتوبر من اكبر المناطق الصناعية في مصر وفيها صناعات طبعا تشرف. يعني الحاجة الجميلة هنا اول مرة المستثمرين يكرموا المسؤولين، يعني الحقيقة تقليد جميل لما بيحسوا بالقيمة الناس بتعبر عن شكرها بشكل لطيف زي اللي شفناه النهاردة، فطبعا دي حاجة جميلة ومقدرة. واحنا كوزارة التجارة والصناعة عايشين معاهم على طول بكل المشاكل، بنحاول طبعا نحسن ونصلح على قدر الإمكان بسرعة، وهم حاسين بالمجهود اللي معمول، فالحقيقة يعني تقليد جميل. يعني اتفقنا مع الجمعية على إتاحة 7000 فرصة عمل، 7000 فرصة عمل ببداية أجر 1400 جنيه حد أدنى مع توفير مواصلات وتأمين صحي وتأمينات اجتماعية. فدي كبداية لشباب عنده 18 سنة وبيبحث عن فرصة عمل، احنا بنتصور انها بداية جيدة. احنا عاملين مكتب لتشغيل الشباب، المكتب ده بيتلقي الطلبات بتاعت الشركات واحتياجاتهم من العمالة المطلوبة ومواصفات العمالة المطلوبة ايه، وبيتلقى السير الذاتية للشباب اللي عايز يشتغل، وبنحاول ان احنا نوفق الاثنين ببعض ونتابعهم لغاية ما نضمن ان هو اشتغل في المكان اللي هو محتاجه. النهاردة في بروتوكول اتوقع بين الدكتورة غادة والي بخصوص التشغيل، تشغيل ولادنا، عشان في حوالي من 18000 شاب وشابة النهاردة بنوجد لهم فرص عمل يشتغلوا في المصانع، مصانع في 6 اكتوبر. احنا كنا عايزين نقول للناس ان الحكومة بتعمل، ان مجلس النواب بيعمل، وان المستثمرين عندهم امل في البلد بقانون الاستثمار والقوانين بتاع تسهيل التراخيص وحاجات كتير جدا موجودة، بس الاعلام ما كانش بيلقي عليها الضوء، لان اساسا ما فيش ادوات تصل ما بين ده وما بين ده عشان يقدروا يوصلوا زي ما بنسميها الاند يوزر اللي هو ممكن يبقى مستخدم للقوانين دي. كانت مشاركتي الحقيقه كانت مشرفه جدا بالنسبه لي ان انا اشارك في حضور كوكبه من رجال الصناعه، واتمنى ان احنا ندعم المنتج المصري، ندعم الصناعه المصريه، ومن تقدم لتقدم ان شاء الله في ظل اكبر منطقه صناعيه في مصر، المنطقه الصناعيه في 6 اكتوبر. ليه؟
ساعة مش عارفين تمسكوا العيال دي في يا ابني. هو اتضرب عليها مرة أول ما قربنا من الحارة، والإرهابيين اتحسنوا بمكان الخلية. مش بعت لكم على الإخبارية إن في عيل وسط الإرهابيين من أهل المنطقة؟ يبقى أكيد في حد مسبوع على أول الشارع بيحذرهم لو هتضرب. هات يا ابني السديري. تعمل إيه يا سيادة العميد؟ وإيه اللي أعمل إيه؟ الحمد لله عفيت هو اللي يصرفه. هات يا ابني. هو مين ده؟ العميد حازم صقر أمن وطن. أيوه يعني هيعمل إيه؟ هيخش يخلص. طلع ان في عربيتين شبه بعض. يا حبيبي افصل دماغك شوي. مش ممكن يا اخي، دماغك شغاله ال 24 ساعه، حرام. انزل تحت كتير. ايتم انزل في دوازه. انزل تحت يا ايتم كتير. مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. امبارح كان معايا الفنان الكبير محمد صبحي، كنا بنقيم مسلسلات رمضان، وقال جملة تتعلق بالنوايا، وده ينطبق على مسلسل ظل الرئيس، بمعنى ان صناع وابطال الاعمال الفنية احيانا من البداية يأتيك شعور انهم عندهم نوايا انهم يقدموا عملا جيدا. اعتقد ان ده كمان كان عند المشاهدين منذ الحلقات الاولى لمسلسلات رمضان. الناس كانت بتقول لبعضها البعض تابعوا مسلسل ظل الرئيس، ربما حظي باهتمام كبير منذ الحلقات الاولى في نسب المشاهدة. المسلسل كمان يمكن انه يستهويني كصحفي، لكن كمان يستهوي الناس، لانه فيه علاقات داخل أجهزة أمنية، في كمان حراسات شخصية لرئيس الجمهورية، في سياسة، في فساد، في استغلال نفوذ، لكن كمان في علاقات اجتماعية وعواطف ومشاعر. مسلسل ظل الرئيس حظي باهتمام كبير، وربما وضعه عدد كبير من المشاهدين والنقاد في مقدمة مسلسلات رمضان هذا العام. معانا أبطال وصناع مسلسل ظل الرئيس. هبدأ بياسر جلال. ياسر أهلا بيك. أهلا بحضرتك. وألف ألف مبروك، وإن شاء الله نشوف الناس بتتابع المسلسل حتى النهايات يعني. أولا الله يبارك في حضرتك طبعا، وأنا بجد مش بجامل يعني، شرف كبير ليا يعني، أنا واحد من محبينك ومعجبينك. الله يخليك. شرف كبير ليا ان انا ابقى يعني موجود مع حضرتك النهارده يعني. ده شكرا. انا اللي يسعدني جدا. الله يخليك. دينا فؤاد. دينا اهلا بيكي. اهلا بحضرتك استاذ وائل، واكيد طبعا شرف لاي فنان انه يكون موجود في برنامج حضرتك. يعني اكيد مش هبالغ لو قلت ان انت بتحظى بقاعده جماهيريه عاليه جدا يعني. الله يخليك يا دينا، الف الف شكر. الله يخليك.
خلينا أقدم كمان محمد محمود عبد العزيز. يا محمد أهلا بيك. والمنتج ريمون مكار. أستاذ ريمون أهلا بيك. أهلا بحضرتك. وخلينا أقدم محمد إسماعيل كمان مؤلف العمل. محمد أهلا بيك. أهلا حضرتك. خلينا نبدأ أستاذ ياسر جلال في البداية. أول سؤال هيجي في ذهن الناس هو سؤال تقليدي بالتأكيد أنت تسأل عنه كثيرا، يعني وكأنك كنت في استراحة المحارب مثلا، يعني اللي هو هي الموهبة دي يا جماعة كانت فين في طيلة السنوات القادمة، خاصة ان انت في بدأت وحققت نجاحا كبيرا وبعد كده قعدت شوية في منطقة هادئة وبعد كده فاجئت الناس بكل هذا النجاح وبكل هذا الإبهار. الناس هتقول ليه اختفى ياسر جلال خلال السنوات القليلة الماضية؟ طبعا في البدايه انا متعود ابدا بعد التجربه دي تحديدا او طول عمري، يعني طبعا الحمد لله والشكر لله على اللي حصل ده. هو انا بالنسبه لي يمكن انا هقول ان انا مقصر، يعني انا مقصر ليه؟ لان انا للاسف ما بسعاش، اللي هو السعي بمعنى ايه؟ استاذ ريمون مثلا استاذ محمد منتجين شاطرين وليهم اسم في السوق، يعني كنت بخجل ان انا اروح اطرق الابواب واروح اقول ايه انا عندي مشروع او انا عندي حلم معين نفسي احقق الحلم ده، وحتى وكان خوف ان انا ايه، انا دايما عندي حته ان انا ما بحبش ادي نفسي اكبر من حجمي، يعني اجي اروح لحضرتك كمنتج اقول لك ايه، اكيد كل فنان جواه حلم، بس هل انا فعلا قادر على تحقيق الحلم؟ علشان احس ان انا قادر على تحقيق الحلم ده لازم المح في عينيك الثقه انك واثق فيا، لو انا لمحت الثقه دي هتشجع، يعني هتجيلي الجرأه. ده اللي حصل لي مع الاستاذ ريمون والاستاذ محمد بصراحه، يعني هم كلموني وقالوا لي احنا عايزين نعمل لك تجربه تعمل الدور الرئيسي. انا مش بحب اقول دور البطوله، لان انا طبعا بتشرف ان انا جزء من العمل المحترم ده، لان كلنا ابطال، يعني هو بطوله جماعيه، لكن انا يمكن أنا بلعب الدور الرئيسي. انا بحييك على تواضعك الزياده عن اللزوم، لان اصلا الحقيقه ما بنشوفش ده دلوقتي، بلاقي فيه السباق حول مين النجم ولا مين. انا ما بدعيش ده، انا واحد اتربيت، انا والدي مخرج مسرح، اتولدت اتنفست فن، انا بحب فن الاداء التمثيلي بشكل عام، يعني انا متعتي الحقيقيه لما بمثل، لان انا خريج معهد فنون مسرحيه الاول على دفعتي، لما بمثل بحس ان انا في طاقه جوايا بخرجها، خرجتها ببقى عايز بقى اروح بقى ايه استخبى. بعد الجواز بقيت عايز اقعد بقى في حضن مراتي وعيالي، ابعد بقى وكده واستخبى تمام الحمد لله رب وكده، يعني ده اقصى طموحي يعني. لكن حته البطل بقى وانك نجم بجد لا تغريني، يعني حضرتك تسالني هي جت كده طبعا. انا بشكر الاستاذ ريمون طبعا والاستاذ محمد على ثقتهم الغاليه، وهم شجعوني بشكل كبير وما بخلوش على العمل رغم في ظروف صعبه مر بيها المسلسل كبيره جدا. حضرتك عارف ان القنوات الفضائيه ما بتديش المنتجين فلوسهم غير بعد ما بيبيع وبعد ما بياخد من الاعلانات، والاعلانات المعلنين بياجلوا الفلوس وكده. هم تعرضوا لازمه كبيره ولكن جم على نفسهم بشكل كبير وقطعوا من الضعف قوه علشان يكملوا المسلسل. فانا بشكرهم. ايه اللي حمسك بقى جدا للمسلسل؟ انت بتقول يعني كنت في منطقه شويه ابتعاد وشويه بتقول انت حتى لا تطلب لا ولا بعمل تتحدث. ادوار يعني موجود بعمل ادوار. كان في سنتين كده قبل 2014 عملت عمل واحد في كل سنه، كان والدي مرض فكنت لازم ابقى جنبه معظم الوقت يعني. فكنت ما بشغلش نفسي كتير عشان ابقى معاه. لما توفى الله يرحمه عملت اعمال كتيره، يعني عملت ولي العهد وساحره الجنوب وشد اجزاء مع محمد رمضان، ده كان كله في سنه واحده، وذهاب وعوده مع احمد السقا. لكن لما جه الاستاذ ريمون كلمني، الاستاذ محمد طبعا، هم يعني الاول انا خفت، بعد كده قالوا لي لا ازاي واحنا عايزين نعمل ويلا. الاستاذ ريمون قال لي كلمه انا مش ناسيها، قال لي على فكره اي واحد يقدر يوصل للي هو عايزه، لو عايز تمثل في فيلم عالمي وحطيت ده في دماغك هتقدر تحقق ده، لو عايز تعمل دور كبير وعايز تنجح هتقدر تحقق ده. يعني الجمله او المقوله اللي هي ليس انك تضع هدفا وتسعى ليس المستقبل إيه؟ ومستعصن على احد يعني. هو باختصار يعني. فانا عجبتني الجمله، وبعدين ايه تحمست كمان عشان في زمايل ليا كتير يمكن احسن مني بس مش واخدين فرصه حتى ان هم يلاقوا دور كويس، مش بس دور رئيسي، لا دور حلو. فحسيت في لحظه ان انا عايز اخوض التحدي ده، وبجد موتت نفسي لمده سنه ونص تحضير. انتوا بتجهزوا سنه ونص للعمل ده؟ من سنه ونص، مش كده يا استاذ ريمون؟ مظبوط. يعني مش زي معظم مسلسلات رمضان يعني تعد قبلها بمده بسيطه كده. احنا بالنسبه لنا لا كانت سنه ونص يعني.
والشخصيه الشخصيه شدتك عجبتك يعني؟ في البدايه كان الاستاذ ريمون قال فكره جميله وكان الاستاذ محمد اسماعيل استاذ ريمون الاستاذ محمد اختاروه وهو شاب طبعا هي اول مره عمل باسمه مش كده محمد ولا ايه عشان ما تقعدش تقول انا اشتغلت قبل كده محمد عنده حساسيه شويه يقول لك انا اشتغلت قبل كده لا بس ده يعني ربما العمل ما هو ده انا هاخد بقى ادخل يا محمد عشان نوضح كمان للناس المسلسل لانه طبيعته شويه داخل في مناطق احنا بنسميها حتى المناطق المحظوره في العمل الصحفي ايه حراسات شخصيه لرئيس الجمهوريه وانا لسه قلت في المقدمه كمان صراعات بين ضباط داخل اجهزه امنيه قتل كل ده يعني نسجته ازاي هل انطلق من واقعه حقيقيه لانه بالفعل المسلسل في تماس مع واقعه حقيقيه وهي محاوله اغتيال الرئيس الاسبق مبارك في اديس اباب ودول مجموعه من الضباط اللي كانوا في الحراسه الشخصيه ده هل انطلق المسلسل من واقعة حقيقية أو من مذكرات شخصية لحد مثلا؟ لا هو الحاجة الحقيقية الوحيدة اللي ممكن تقول إنها ليها علاقة بالواقع هي حادثة أديس أباب اللي هو الراجل ده كان واحد من حراس الرئيس في الحادثة دي ودي فكرة اللي أنا استلمتها من ريمون يعني لما أستاذ ريمون جه قال لي على الفكرة كانت الفكرة مبنية كده إن هو إحنا شايفين راجل من حراس الرئيس في اديس ابابا ودلوقتي بنشوفه رجل اعمال كبير وبيتعرض لمحاوله اغتيال بتموت فيها اسرته دي الفكره اللي انا استلمتها من استاذ ريمون واشتغلت عليها فانا كان في دماغي ان انا كل اللي انا عاوز احكيه احكي قصه ممتعه فيها جانب اجتماعي ناس تتفرج عليها تقعد ما كانش في دماغي خالص ان انا اقول ايه لو انا اتكلمت في حاجه سياسيه لا ده هيحصل فيها مشكله لا كنت بحكي طبعا براحتي خالص يعني الدراما الاجتماعيه كمان علشان المشاهد يعيش هذه المشاهد يعني بس فكنت في دماغي ان انا بحكي قصة ليها جوانب اجتماعية كبيرة وليها ما شغلتش نفسي خالص بان في مثلا ممكن رقابة تشتغل على الورق اللي انا بشتغل عليه او يقولك لا دي مش هينفع تتكلم فيه لا كنت بتكلم براحتي تماما ولو حصل حاجة بقى تحصل بس الحمد لله ما حصلش اي حاجة بس هو بحث فقط ولا كان عندك حد مثلا في الجماعة الاسلامية قالك وهي المجموعه اللي قتل اللي حاولت اغتيال لا انا عملت ريسيرش يعني عملت ريسيرش ومنهم مجموعه في السجون دلوقتي مصطفى حمزه وفي بالك استاذ بيقول لك ايه كان عندك حد في الجماعه الاسلاميه وكان عايز لبسك ولا كنت عضو في الجماعه الاسلاميه ولا ايه بص كل المعلومات بتاعت المجموعات جايه من استاذ ياسر يعني هو هتوحشونا انت كنت في الجماعه نرجع بقى للاستاذ ريمون اصل الموضوع اصل احنا نقول التطرف اللي حصل في البلد ده بسبب ايه كده بس تجميع المعلومات وتوصيلها انت عامل سيناريو محكم جدا يا محمد ده الحمد لله يعني. من عند ربنا هو انا كنت الاول اصلا انا اصلا خريج اداب اعلام فمش بعيد عن المجال الصحفي واشتغلت فتره اول ما اتخرجت صحفي يعني فعملت في الاول ريسيرش على مجالين يعني مجال اللي له علاقه بحراسه الرئاسه والحادثه نفسها في اديس ابابا والمجال بتاع العقارات قعدت اعمل ريسيرش شويه حوالين الحاجات دي لحد ما حسيت ان انا خلاص انا عندي المعلومات الكافيه هقدر اشتغل بيها تعمل البونه بقى البونه بالظبط كده البونه الدرامي بقى طيب استاذ رمون ايه اللي حمسك بقى لانتاج عمل زي ده وانت شايف ان ممكن البعض هيقول لك يعني مشاهيات السوق دلوقتي لا محتاجين شويه بلطجه على شويه حاجات كده من المشاهيات يعني انما ده عمل شويه بيخاطب العقل ويخاطب الوجدان وفي ايضا الاكشن والايقاع السريع ايه اللي حمسك قوي ليه بص هقول لحضرتك حاجه هو احنا الفكره دي بقى لها فتره كبيره جدا بندور في دماغي فكره ان انا نقدر نقدم كشركه شخصيه ما اتطرقتش قبل كده يعني هي بدايه الخيط عندي ان انا حرس الرئيس ده عمر ما حد اتكلم عليه وهو شخصية أكيد وراها كواليس وراها فكر وفراها تدريبات وحاجات كتيرة جدا فابتدت الفكرة عندي أن أنا عايز أقدم شخصية شكلها جديد من هنا بقى ما بيفرقش معايا السوق بيصنف نفسه بمعنى أن العمل الكويس بيروح في حتة وبقية الأعمال بتروح في حتة لوحدها من غير ما تحرك أي حاجة من غير سوشيال ميديا من غير كتائب إلكترونية من غير أي حاجة العمل الكويس بيروح في حتة لوحده وده اللي حصل وفعلا من البدايات بتلاقي فيه ناس تقول لك المسلسل الأعلى مشاهدة المسلسل وتحاول أن تسوق لنفسها بهذا الشكل كل المسلسلات ظل الرئيس سوق لنفسه يعني بص أقول لحضرتك حاجة كل المسلسلات مع احترامي لكل المسلسلات السنة دي كان السباق قوي جدا بس كل المسلسلات نمرة واحد ودي مشكلة جامدة جدا أنا مش عارف النجاح يقدر يستوعب واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة من غير ما نخبط في بعض
يعني ممكن الطبيعي ان 90 مليون مش هيتفرجوا على مسلسل واحد يعني اكيد في ناس اتفرجت على مسلسلات كتير في مسلسلات كتير نجحت واليوم في 24 ساعه يعني اه 24 ساعه واعداد وكده كل واحد بيقول لك مسلسلي مسلسلي كل واحد حر طبعا يسوق نفسه بنفسه ولكن انا الفكره عندنا كشركه ان احنا دايما نقدم حاجه تقعد لنا غير زي ما بنكسب فلوس نكسب مكتبه وده الاتفاق اللي احنا متفقين عليه كشركه انا ومحمد لا وده مسلسل يبقى بالزبط. لانه بالزبط. الحقيقه يعني ما حارس شخصي للرئيس ده موجود مع السباق للحصول على معلومات بإيقاع سريع جدا ده كان مهم يعني بص اقول لحضرتك حاجه احنا كان عندنا تارجت ان احنا نعمل مسلسل مش اكشن لان فكره مسلسل اكشن دي موضوع خلص احنا كنا بنعمل حاجه فيها احاسيس والناس تحس بالمأساة اللي فيها البطل ده كونسبت اساسي ومهم ازاي هذا الرجل اللي هو لغايه دلوقتي محافظ على كفاءته في التدريبات احنا ابتدينا المسلسل هو في الجيم فاحساسه ان هو راجل قادر انه بيحمي اكبر شخصيه في البلد وقدر يحميه في ذروه من حياته مش ما قدرش يحمي ابنه ومراته هي دي المأساة الحقيقيه اللي احنا مشينا وراها هو ده مفتاح المسلسل لان ازاي هو مش قادر هو قال لك انا بحمي إزاي؟ رئيس الجمهوريه فيموت مني لا وحماه في واقعة مهمه يعني واقعة تاريخيه مهمه جدا ولما جه عند مراته وابنه ما عرفش فهي دي ازاي انا يعني ازاي يعني هي دي مشكلته الحقيقيه طيب دينا وانت يعني اعتقد ثلاث مسلسلات السنه دي مسكوا الخشب يعني بسم الله ما شاء الله يعني محتايه جنب الاستاذ وائل جاي لدينا النهارده ما شاء الله كويس احنا فلتنا الحمد لله بتاع الضرايب هتلاقيه واقف على الباب هل شايفه ظل الرئيس تحديدا يعني مختلف وله مكانه شويه افضل عندك مش هقدر اقول طبعا ان في حاجه ليها مكانه افضل لان انا الثلاث مسلسلات اشتركت فيهم فمش هقدر اخبط في مسلسل على حساب مسلسل لان انا الثلاثه لما دخلتهم اكيد انا كنت عندي قناعه داخليه ان كل ورق مسلسل مختلف عن الثاني وشايفه ان هو هينجح وهيعمل علامه مع الناس فانا هتكلم طبعا عن ظل الرئيس لان الحمد لله حقق نسبه نجاح عاليه جدا ومتصنف من اوائل المسلسلات الحمد لله في رمضان بشهاده الجمهور والنقاد ونسب المشاهده كلها والاحصائيات كلها بتقول طبعا ظل الرئيس واللي يميزه انه ده جاء تلقائيا من الناس يعني بالظبط من اول البرومو من اول البرومو على فكره يعني البرومو بيتعرض انا لقيت الناس بيتصلوا بيا او الناس اللي انا بقابلهم بيقول لي احنا هنتفرج على ظل الرئيس هو البرومو شد الناس من قبل اول حلقه ما تنزل عمل نسبة مشاهدة للبرومو من كتر ما هو البرومو كان شدد الناس تاني حاجة شركة فنون مصر ككيان يعني مش هتكلم بقى على أستاذ ريمون وأستاذ محمد كل واحد على حدة لأن هي شركة فنون مصر كيان اللي عاجبني فيهم موضوع صناعة النجم اللي ما فيش شركة بتحاول تحققه بيحصل بره مصر كتير جدا صناعة النجم أو بطل العمل الأوحد ما فيش شركات كتير بتسعى لده دايما كل شركات الانتاج بتسعى ورا النجم اللي هو ناجح لو عشان هيشيل المسلسل بس هيشيل يعني. المسلسل فكره ان هم ياخدوا ريسك ان انا اعمل بطل بس البطل ده الحمد لله كانوا بداوا بتجربه طارق لطفي او النجم طارق لطفي وحققت نجاح مدوي السنه اللي عملوا فيها المسلسل بعد البدايه وبعدها تجربه النجم ياسر جلال اللي هو بالورقه والقلم هو بطل المسلسل طبعا هو كل ما بيطلع بيقول لك كلنا ابطال مسلسل بطوله جماعيه لكن ياسر اصله مصر في التواضع بالظبط لكن خلينا نعترف مزودها في التواضع لكن خلينا نعترف طبعا ان دي اول بطوله مطلقه للنجم ياسر جلال وهو فعلا عن استحقاق مع ان ياسر عمل بطولات سينمائيه بالظبط بس نتكلم كدراما خطوه كانت مؤجله بس هو الحمد لله قدير يعني قدها الحمد لله وكان قدها فعلا واحنا كلنا الحمد لله كنا موجودين بشكل مؤثر جدا في الاحداث والخطوط كلها كانت مكتوبه على الورق من اول يوم بشكل متشابك ما تحسش ان انت بتفصل بالشخصيه بعيد عن احداث المسلسل رغم ان كل شخصيه ليها الخط الدرامي بتاعها وطبعا ده يعني الفضل يرجع طبعا لاستاذ محمد يعني طيب هنا عشان كمان في زي ما في سباق مع يتعلق بياسر جلال في الوصول لقتلة ابنه وزوجته وفي سباق للحصول على المعلومات وده بإيقاع جذاب جدا وبإيقاع سريع بس كمان في صدام نسائي كمان بينك وبين علا غانم كمان بيتم بشكل جذاب ومشوق وانت حتى بتلعبي في شخصيه فيها شويه جوانب شر
لا هو مش شر على قد ما هي الست دي هي ما بتحبهاش، يعني هي مش اصل الشر في المطلق ده ملوش معنى، ده ممكن يستفزك شويه، انما هو في سبب ان انا مش بحبها، انا ما اذيتهاش في حاجه، انا احساسي ان هي اللي اذيتني انا وامي، احساس داخلي بالظبط يعني. احساس داخلي من جوايا طول الوقت ان الست دي انا ما بحبهاش، في قفله نفسيه بيني وبينها، فممكن ده اللي كانت شويه شخصيه وكانت لازم تبقى اصل، يعني استحاله هتعامل معاها بحب، ان انا عندي جوانب بقالها سنين كتير جدا من طفولتي مخلاني متأثرة بشخصية ناهد او الفنانة الكبيرة طبعا نجمة علا غانم، ان هي ما بتحبهاش، فده ظاهر طول الوقت في المشاهد ان هما ند لبعض طول الوقت. غير كده استاذ محمد نجح ان هو يخلي كل الشخصيات بيتشك فيها، غادة بيتشك فيها في وقت من الاوقات ان هي ورا الاحداث، هنا تشك فيها في وقت الشك في الجميع، بحيث ان المشاهد يبقى وقع تحت تأثير الانجذاب والانبهار حتى اللحظات الأخيرة. بالظبط. طيب محمد محمود عبد العزيز، لسه كنت لسه بقول ما كنت عاجبني جدا مشهد هضيعك زي ما ضيعتيني. استاذ وائل مذاكر. دي حاجة تقلق، دي حاجة تقلق مش حاجة تريح. ربنا يستر. محمد البعض هيقول لك محمد محمد لازم يركز في التمثيل شوية لأنه كمان عنده مؤهلات نجومية، يعني بتجي لك النصيحة دي؟ هي بتجي لي مؤخرا، جايه لي كتير جدا وقلقاني على قد ما يبسطاني الحمد لله رب العالمين، بس قلقاني يعني بحس انها مسؤولية، خصوصا ان انا دايما يعني غصبا عن الناس وغصبا عني بتحط في مقارنة، اذا كان انا وكريم اخويا بتحط في مقارنة مع ابويا طبعا عملاق زي محمود عبد العزيز. ده بالنسبة لي مسؤولية يعني، بس محمود عبد العزيز يظل حيا بيننا الحمد لله رب العالمين بأعماله وقيمته الفنية الحمد لله. فده مؤخرا طبعا بدأت اسمع ده ومبسوط بيه جدا يعني الحمد لله، انا شخصيا على المستوى الشخصي مبسوط ان انا ما خذلتش ابويا الحمد لله، اسمه مازال موجود وبيتقال كويس اذا كان عن طريق او عن طريق كريم اخويا. معلش النهارده في بس حاجه شخصيه ملهاش علاقه بالحاجه بتقوله، بس غير الناس بدات تزهق مني يمكن من كتر ما بكتب ده على السوشيال ميديا، ولكن انا دايما بقول الفاتحه والدعاء على ابويا وكل رحلوا عنا، دي حاجه. الحاجه الثانيه النهارده عندي انا مناسبه شخصيه وعيد ميلاد امي ما عرفتش اروح لها، فعايز اقول لكم سنه طيبه. نقول لها كل سنه وانا اسف طبعا ان انا ما كلمتكيش. اقول لها كل سنه طيبه بقى من الشاشه. كل سنه وحضرتك طيبه، وانا اسف ان انا متاخر بس يعني هخلص ان شاء الله واجي لحضرتك. وبتاخد هديه ولا ما فيش؟ لا هتاخد هديه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا بس غالبا احنا اللي بناخد الهدايا بنروح ناكل عندها، فده بالنسبه لي تمام. موضوع التمثيل بالنسبه لي انا بحبه جدا من زمان وكنت حابب ان انا اثبت نفسي فيه، بس يمكن كمان لما دخلت موضوع الانتاج على قد ما هو ميزه بالنسبه لي وبحبه برضو ان انا بشارك في صناعه الحاجه اللي انا بحبها الا اني كممثل غصب عني بتأيد، لان في النهايه هو ده وجهه نظري، المنتج اللي بيفكر يكلمني او المخرج اللي هيفكر يكلمني بيحسبها قوي قبل ما يكلمني، هل هيوافق ان انت منتج زيه يعني. بالظبط. انا بالنسبه لي ما عنديش ده، يعني بدليل ان انا السنه دي شغال مثلا مع استاذ هاني سلام واستاذ رؤوف عبد العزيز في مسلسل طاقه نور مثلا، ده ملوش علاقه بيا، ملوش علاقه بانتاجي، ملوش علاقه بحاجه، ودور لطيف ودور معقول، مش واخد دور بطوله، مش واخد مساحه، ما كان ليش اي طلبات اللي هي المفرطه او الغريبه او او او، بس بالنسبه لي كممثل انا بحب التمثيل، بحب اثبت نفسي فيه، بحب اقول ان انا عندي موهبه بحاول ان انا احترمها واحافظ عليها وما اخبطش في اسم ابويا على قد ما اقدر، واقدر ان انا احافظ عليه ان شاء الله يا محمد. وان شاء الله دايما حتى يعني محمود عبد العزيز يكون امتداده في ابنائه، لكن كمان اعماله الفنيه باقيه، وناس كتير بتقول يعني مفتقدين محمود عبد العزيز في عمل جديد، يعني في اسماء دائما في رمضان تحديدا يعني من الاسماء اللي الناس بتضع عليها علامات معينه. تعال نشوف المشهد كمان اللي فيه مشاعر انسانيه فياضه، يعني ياسر جلال اللي هو ضابط حراسات شخصيه لرئيس الجمهوريه يعني بيحمي راس الدوله، ولكن فشل في حماية ابنه وزوجته وعنده هذا الإحساس دائما. ده مشهد من المشاهد اللي فيها مشاعر إنسانية لما قتل ابنه.
زي ما قلت لكم المسلسل بيجمع بين السباق للحصول على المعلومات، في مشاهد الأكشن، الدراما البوليسية الاجتماعية، لكن كمان في مشاعر إنسانية فياضة. انضم إلينا إيهاب فهمي، أذكر ثلاث مسلسلات لم يعمل فيها. أيوة بالضبط. ده بيومي فؤاد بيقول مع إيهاب فهمي. أنا اتشرفت إن أنا مع زمايلي ومع الشركة المحترمة والنجاح العظيم اللي في ظل الرئيس دي أهم النجاحات اللي حصلت السنة دي في رمضان. الحقيقة إحنا فرحانين كلنا بالنجاح، بس أنا فرحي بالأخص بتقديم نجم جديد لمصر ياسر جلال. نجم مهم جدا. أنتوا كلكم مبسوطين ليه لعودة ياسر جلال نجما من جديد؟ يعني عشان النجم لما بيبقى موهوب قوي وبيبقى متعطل وبياخد حقه من الآخر كده، كل إنسان بيشوف فيه فترة ظلم أو فترة ابتعاد عن الساحة بيلاقي نفسه فيه، فياسر حقق أحلام ناس كثيرة جدا. شخصية محترمة مع كل زمايله، وهو إنسان جدا جدا لما تقرب منه إنسان، وما عندوش أمراض النجومية خالص. بيحب كل الناس، وده اللي نجح على فكرة. ده من أسباب النجاح العمل. وطبعا أنا عشان جيت متأخر فهقول الكلام المتأخر، أستاذ محمد محمود العزيز والأستاذ يمون مقار الحقيقة ما بيبخلوش على أنهم بيقفوا سبورت لأي موهبة وهم عندهم تحدي، يعني ما شاء الله بينجحوا فيه دايما ما شاء الله. طيب إيهاب لسه هسألك بقى عن دورك، بس عايز أرجع تاني لياسر. الكلام ده طبعا يعمل لك مسؤولية قادمة، بمعنى أنا شايف الناس كلها مجمعة على أن نجومية ياسر جلال مطلوبة. ليه؟ عندها إحساس بأن كان جواك طاقات هائلة جدا، لكن يبدو أنها لأسباب إنت يعني قلتها ما طلعتهاش كلها. مش خايف بقى أنك أنت كمان تعود تاني لمنطقة استراحة المحارب شوية وتقول أصلا أنا مش هبذل مجهود ومش هكلم الناس؟ لا، ولا الناس اللي بتكلموا دلوقتي، الناس اللي بتكلموا الموضوع اختلف تماما. شايف المسلسل خلاص هيبقى نقطة انطلاقة، مش هيكون بعدها عودة إلى الخلف تاني؟ هو اسمح لي بس قبل أستاذ وائل ما أجاوب على السؤال ده، أنا عايز أحيي ابني جلال، هو شايفني دلوقتي لأنه هو موصيني. يعني قال لي والنبي يا بابا وأنت مع عم وائل إبراشي ابعت لي تحية، فأنا ببعت لك تحية يا جلال يا حبيبي، ويعني درسك بقى أحسن ولا لسه؟ وسلم لي على أدرية بقى علشان هي جنبك. وبعدين بحيي طبعا زوجتي وحبيبتي هبة مصطفى، هي تعبت معايا كتير جدا جدا ودعمتني، وبصراحة احنا تعبنا احنا الاثنين جدا، لان احنا يعني شبه ربطنا الحزام على بطننا في الفترة دي سنة ونص ما كانش فيه شغل، رغم ان جالي السيزون اللي فات شغل كتير رمضان اللي فات، بس اعتذرت كله عنه رغم ان الاستاذ ريمون ما كانش مانع، يعني قال لي اشتغل رمضان، قلت له لا انا كنت مركز في التحضير للمسلسل ده بقالي من قبل رمضان اللي فات. طبعا حضرتك انا سايبها عايزين بس جلال كام سنه عشان يبقى جلال يعني قدامه 3 4 7 سنين ونص جلال. ربنا يخليه لك. سمعت سلام لزينه بس عشان زينه طبعا زينه حبيبتي بنت اختي دينا فؤاد طبعا ربنا يخليها. بنبعت لك تحيه يا زينه طبعا. هي كانت بتيجي المسلسل المخصوص تقول لي رايحه عمو ياسر موجود تيجي. بحبه جدا. دي بنت دينا. والله انا عايزين حضرتك تسمح لي بس، هو في شكر واجب لازم اقوله لكل زمايلي، اخويا وحبيبي ايهاب فهمي واختي دينا واختي علا والنجم الجميل محمود عبد المغني والنجمه هنا شيحه والاستاذ عزت ابو عوف والاستاذ محمود الجندي والنجمه الجميله دنيا عبد العزيز، ان هم بصراحه يعني انا وخالد محمود النجم خالد محمود اللي هو انا كم الحب والاحتفاء والنقيب بدل ما يعاقبك دكتور اشرف زكي. ايه ده دكتور اشرف؟ انا لو عليا قلت انا دكتور اشرف زكي ده استاذنا وكبرنا واحنا كلنا بنفتخر بيه قوي دكتور اشرف. يعني انا سمعت كلامك في حد برضو عشان يعني مش ناسينه، بس هو الكلام لسه كنت جاي له احمد سمير فرج. احمد سمير احمد يعني كان يبقى يجي معانا كمان النهارده، بس احمد سمير لازم كل واحد فينا يتكلم على حده بجد. ان استاذ احمد سمير
يعني هو الغائب الحاضر هو من اهم طبعا جوانب نجاح العمل طبعا ده يعني ده هو كمثلث وهو الحقيقه اهم مخرجي رمضان هذا بالظبط هو كمثلث يعني هو وشركه الانتاج والورق بجد مثلث هو كان امين جدا علينا جدا كفنانين من اول يوم قال لي انتوا امانه في رقبتي وهو كان قد الامانه وقد الوعد اللي اداه لكل فنان على حده كان بيشتغل لكل فنان كانه هو النجم الاوحد بتاع المسلسل بيهتم بادق التفاصيل بيقوم في المشاهد الصعبه اللي لو حس ان الفنان مش ماسك الشخصيه فيها صح بيقوم يعمل تعويذه كده ويقعد يوشوشنا في ودننا الاقي نفسي ركبني عفريت يعني يقدم نصائح دائما جداً كل ما شغال ما يكتفيش بالمشهد وخلاص وبعد اذنك يا دينا انا كنت لسه جاي للاستاذ احمد سمير فرج لان انا تحديدا كنت عايز اتكلم عنه يعني بشكل خاص لان انا بستعجب جدا لما يجي يقول لك مثلا الممثل ده اجاد او طاقم العمل يعني كلنا عاملين ادوار حلوه وكلنا يعني الحمد لله ربنا وفقنا واجدنا مستحيل الممثل يبقى جيد من غير ما يكون وراه مخرج ممتاز طبعا لان انا يعني احجام اللقطات اللي انا بياخدها ايقاع المسلسل ككل ده هو ماسك المسلسل من الالف الى الياء وعنده عناصر العمل الفني كلها يعني الممثل ده هو صحيح اهم عنصر من عناصر العمل الفني بس هو عنصر في تصوير في موسيقى في مونتاج في سيناريو في عناصر كتيره جدا في كل دي المخرج هو المايسترو هو القائد لكل حاجه فاحمد سمير فرج متربي في بيت فن طبعا والده الدكتور سمير فرج من يعني من كبار مدير التصوير في السينما العربيه هو برضو عارف يعني احجام لقطات وعدسات وبتاع فده طبعا هو اضاف لنا كتير جدا جدا وانا بدين له بالفضل بعد ربنا واحب برضو اشكر انا لسه عارف النهارده ان الفنان الكبير الاستاذ محمد صبحي شكر في المسلسل امبارح كان معايا امبارح وبيعمل حاله تقييم فبشكره جدا 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 هو قيمه وقامه كبيره جدا وشرف كبير لينا استاذ محمد صبحي يجيب سيره المسلسل وسيرتي وسيرتنا لا وعجبني جدا هو قال في اعمال فنيه بتشعر بالنوايا من بدايات العمل انه الناس عندها نيه انها تقدم عملا جيدا ممكن بعد كده يبقى في نوع من الخلل يعني في بعض الاعمال الفنيه لكن هو شايف ان النيه لتقديم عمل جيد بيبان جدا في المسلسل اخر حاجه هقولها بس عشان ايه وبعد كده مش هتكلم تاني لا احنا عايزينك تتكلم لسه هنتكلم انا بس عايز اشكر بس كم الصحفيين المحترمين وكلهم يعني بنكن لهم كل الحب والاحترام اللي دعمونا احنا خدنا دعم من الصحافه كبير فانا بتوجه جميعا دعم تلقائي ودعم تلقائي طبعا يعني طبعا الصحافه دعمها هيبقى تلقائي طول العمر الصحافه دي كلمه شريفه وكلنا بنحترمها لكن دعمهم تلقائي وكمان السوشيال ميديا يعني انا واحد ما عنديش اكونت على الفيسبوك بس لقيت السوشيال ميديا كلها واقفه جنب المسلسل على الموضوع ده عشان انت لسه عامل لي ادم امبارح مين والله العظيم واحد دخل باسمك عمل لي اد على على كل الحاجات على موضوع طب حلو طب كويس انا فرصه مش مؤمن بالتكنولوجيا وتضييع الوقت في مش مؤمن ما بفهمش فيها يعني ما اعرفش يعني انا مثلا يعني ايه انا اخش في عالم افتراضي واعيش فيه واتعامل انا مره لقيت حوار صحفي منشور ان انا عامل حوار صحفي وان انا مش عارف ايه وتمام وانا ما قابلتش الصحفيه اللي عملته وموجود عن طريق ايه بقى لما عرفت عن طريق الفيسبوك انها دخلت على الفيسبوك لان مش عارفه توصل لي فعملت حوار صحفي واتنشر فاصبحت الناس تتعامل مع السوشيال ميديا على انها هي الواقع هي الحياه ان دوت اللي انا بكلمه ده ياسر جلال او ده محمد محمود عبد العزيز او ده ايهاب فهمي انا اسف دي مصيبه يعني في اكيد في جرائم طبعًا كتيره بترتكب طبعًا طبعًا والناس مش عايزه تصدق يعني انا سجلت فيديو من 3 سنين سوري يا دينا وقلت فيه ان انا ماليش اكونت على الفيسبوك من 3 سنين وقلت لهم يا جماعه ومش هيكون لي اكونت لا هي تناكه ولا هي غرور ولا هي حاجه لكن انا احب اعيش في انا بحب الاستاذ وائل اكلمه في التليفون اروح اقابله لو ما قدرتش اوصل له خلاص لكن ما اعتمدش ان في حاجه وهميه واقول دي بس دي الاستاذ وائل الابراشي حرام ده يعني للاسف دي من وفي نجاح مزيف كمان اللي هو يعني ساعات بيبقى فيه هم بينجحوا حاجه مش ناجحه اصلا عن طريق السوشيال ميديا فبحس ان ده نجاح مزيف انا بحس ان النجاح هو ان انت تعمل مسلسل ناجح ودور حلو الناس تتكلم عليه طبعا انا شايف ان محاوله صناعه النجاح من خلال انه البعض يقول لك تعالوا نستخدم النت علشان نقول انه هذا المسلسل هو الافضل هو الاحسن وده الحقيقه موضه احنا هنشوفها خلال الثلاث ايام القادمه بالظبط استطلاعات يعني من هنا للصبح يعني بس يعني هنا ياسر عشان غموض الشخصيه بقى يعني الناس كمان لانه ضابط حراسات شخصيه ودائما هو يكتم المعلومات ويجمع المعلومات لكن الشخصيه كمان فيها غموض انت طلعته بشكل هايل يعني الله يخليك
انت دخلت على الشخصية بأدواتك يعني، يعني صحيح المخرج بيشتغل والورق بيشتغل، بس انت كمان اكيد كان عندك أدواتك الشخصية في التعامل مع ضابط حراسات شخصية لرئيس الجمهورية. بالنسبة للشخصية دي تحديدا ولا بشكل عام؟ لا للشخصية دي، للشخصية دي تحديدا او على حسب ابعادها التلاتة. يعني كل شخصية احنا بنتعامل معها ليها تلات ابعاد: بعد مادي، شكل جسماني، وش واللوك عامل ازاي ولبسه عامل ازاي جسمانيا. يعني الشكل الجسماني والوقفة ده البعد المادي بتاع الشخصية. البعد الاجتماعي هو ساكن فين، متجوز ولا مش متجوز، علاقته ايه بالناس، مين بيكرهه مين بيحبه، غني ولا فقير، ده البعد الاجتماعي. البعد النفسي هو مشاعره، أحاسيسه، طموحاته، ذكرياته، طباعه. من خلال الثلاث أبعاد دي حضرتك بتمسك الشخصية ككل في العمل، وبتدي مشهد مشهد الراجل ده هيتعامل ازاي. وكل الأبعاد دي احنا بنعرفها منين؟ بنعرفها من هيستوري، تاريخ المؤلف والمخرج والممثل بيحطوه سوا للشخصية، حتى لو مش مكتوب، تاريخ للشخصية كان ايه وحصل له ايه وكده. وبعد كده مع مشهد مشهد وكلام الاخرين عنه، يعني اخته بتقول عليه ايه، فابتدي انا اعرف اخته بتقول كذا، بنته بتتعامل معايا ازاي، فابتدي انا ابتدي انا اجمع المعلومات دي، وابتدي ده يبقى في عقلي وانا بشتغل مع كل مشهد في الشخصيه. ده المفروض احنا بنشتغل كده في التمثيل. الاستعداد لده بقى كان في تدريبات رياضيه، كان في لوك، كان الاستاذ ريمون مقار بصراحه هو مع الاستاذ احمد سمير فرج اتفقنا على ان اللوك دقن حلوه كده زي بتاعت ايهاب وشعر كده مفروع على الجنب، بس انا حلقت دقني علشان كان عندي مشهد صورته النهارده الفجر كده هيتعرض في حلقه بكره، مشهد فلاش باك، اربع مشاهد فلاش باك، يعني كان بيفتكر زمان كان اصغر سنا يعني، فقررت ان انا احلق دقن. فلكن هو كان يعني انت لسه حلق دقنك النهارده؟ لسه يا دوب النهارده امبارح الفجر. نعيم الله يبارك يا ابو. لكن حتى التكوين الجسدي للشخصيه اشتغلت عليه يعني، دخل لعبت بقى، بس انا خسيت الفتره دي بقى لان انا كنت بمثل وشلت حديد وحاجات كده وشلت كل حاجه، اتسحل اتسحل خد له سنه تقريبا كل يوم في الجيم من ساعتين لاربع ساعات. ابو النجا ما شاء الله المدرب كان عامل معاه واجب. ما انا عايز ده يبان للناس لانه الحراسات الشخصيه دي يعني لازم يبقى فيه بنيان جسدي معين، بنيان جسدي، وكمان فندم التعامل مع الاكشن كمان، يعني المشاهد الحركه في الافلام او المسلسلات لازم الواحد يبقى مستعد لها، لان حضرتك فعلا احيانا بتضرب وبتضرب بجد، بتقع تتعور بجد، فلازم يبقى انت بنيتك حلوه. في مشهد هتقولنا استاذ كده لو معانا نبقى نشوفه بعد شويه، اللي هو انتوا نزلتوا فيه من فوق العربية. على العربية ده المشهد اللي عز عرش مصر اليوم ده، بجد الحلقة العشرين دي بجد الحلقة العشرين بمشهد الوقوع من فوق لانه تصور في وسط البلد وكان مشهد حقيقي جدا بجد. يعني انا شفت يعني مصر كلها اتهزت اليوم ده. انا هقول لك حاجة دينا، انا ساكن في كومباوند كده، كل جيراني ناس محترمين يعني. بعد المشهد ده تاني يوم لقيت ايه ناس بعتين لي اكل قال لك احنا عايزين نغذيه، هو اكيد يعني تعبان دلوقتي وقت عور ولا حاجه. يعني اسف صعب عليا والله. انت صور في وسط البلد، الناس طبعا وسط البلد، مدام مصطفى كامل انتوا عاملينه في وسط البلد بجد، وسط البلد مدام مصطفى كامل ومأجرين مأجرين مكان هناك وجايبين الدنيا كلها والاوناش ومكان المطر وقافلين المنطقه تقريبا. بنتاسف طبعا المديريه عشان ما يحصلش مشكله دلوقتي. ده كان قبل رمضان ولا في لا لا في رمضان، رمضان بنصور اللي عجبني بقى صحيح بقى طبعا واخدين تصريح واخدين حاجات دورش نقفل لوحدنا. ياسر بقى اللي صعب عليه في ايه، خد التيك مرتين عدناها مرتين، احنا ما صدقنا نخلص، عدتوا المشهد النقطه اتعدت مرتين. هو الاستاذ احمد سمير فرج عايزنا نقع على سقف العربيه مش على احنا اول مره على ازاز العربيه فايدي اتفتحت، قال لي ايه تمام، قلت عيد، قلت له عيد انا قتيل انا معاك هنعمل يلا. هو مهم المشهد يبقى معانا يا جماعه، نشوفه حلقه 20 حلقه 20 هنشوفه بعد الفاصل. يعني الظريف في الموضوع بقى ان الناس اللي كانوا بيقفوا في الاشارات والعربيات لما يعرفوا ان مسلسل ياسر جلال ما كانوش بيتضايقوا، خلاص يا جماعه براحتكم احنا حابين المسلسل جدا، مسلسل ياسر جلال مسلسلنا. والله يا ياسر انت بس انت هو مصرف وضعك ده مؤذي والله يعني. والله ما بدعيه، والله ما بدعيه. لما هو انت لو انت بتدعيه الناس هتطلع يعني، يعني حتى انت من خلال لقاءاتك وكلامك في الايام اللي فاتت في تواضع شديد جدا، لانه المشكله ان احنا عندنا شويه انا بسميها امراض النجوميه يعني، زادت شويه عن حدها يعني. انا استاذن حضرتك يا زويل، يعني مثلا لو عايزين احنا نعرف شخص، احنا بنقول في الدراما لما نيجي نمثل شخصيه انا بعرف ازاي ابعادها،
من خلال كلام الشخصيات اللي في العمل الفني عنها. انا زمايلي الحمد لله كلهم وليهم كل الحب والاحترام، وانا فخور ان انا منتمي للوسط الفني، علاقتي بيهم جيده جدا وطيبه جدا، بدليل ان انا مش اتفاجئت، فرحت جدا بفرحتهم ليا على طبعا استاذ المومي على السوشيال ميديا وعلى الصحافه وكده، يعني نجوم كبار ليهم مسلسلات في رمضان بيكلموني بيباركولي فرحانين. ما انا اندهشت جدا دايما، حتى النجوم يحاولوا يقللوا من ابطال المسلسلات التانية، انما فوجئت لقيت فيه تصريحات على ألسنة البعض ممن لهم اعمال هذا العام يعني، وبيشيدوا بياسر جلال وبالمسلسل. في ناس كتير كلمت ياسر وناس كلمت ريمون. ده حقيقي. يعني انا مثلا انا من ضمن المكالمات اللي جات لي وكانت بالنسبه لي بسطتني جدا عمرو دياب مثلا، شيرين عبد الوهاب، احمد السقا كلمني بيبارك لي وكان بيعزمني على الفيلم بتاعه وقال لي ما شاء الله انت عامل شغل زي الفل. ناس كتير جدا بتتكلم. هي ميزه الوسط ان احنا بنحب بعض على فكره كلنا. ده حقيقي يعني. في النهايه في منافسه وفي كل واحد لا، والمنافسه مطلوبه مش المنافسه مطلوبه طبعا. ومنافسه شريفه على فكره، بدليل ان الناس بتقول مبروك لما حد بينجح بجد، خلاص بيكلمك يقول لك مبروك، وبيكلم ياسر وبيكلمني وناس بتكلم ريمون، كلنا بنتكلم ان كلنا في النهايه همنا ان الحدوته تمشي صح، الشغلانه نفسها تمشي صح وتنجح صح. طيب هطلع فاصل، وبعد الفاصل كمان هنتلقى اتصالاتكم، وهنكمل هنسمع كيف يمكن ان ينجح عملا فنيا بهذا الشكل، يعتمد على بطولة جماعية. يعني حتى ياسر جلال مش عاوز يقول انا بطل المسلسل، يعني الناس بتتعامل مع بعضها البعض على اعتبار ان المسلسل نجاحه اهم من نجاح كل من مثلوا فيه. كان في شبه إجماع من المشاهدين، يعني ربما في سابقة هي الأولى من نوعها منذ الحلقات الأولى لمسلسلات رمضان، يبتدي الناس زي ما قلت يقولوا لبعضهم البعض لا حاول تشوف ظل الرئيس. كان في حالة شبه إجماع على إنه المسلسل الأول الذي يحظى بأعلى نسبة مشاهدة. ستظل منجذبا ومشدودا لمسلسل ظل الرئيس حتى الحلقات الأخيرة. مسلسل يعتمد على الإيقاع السريع، يعتمد أيضا على الجمع ما بين الشكل والمضمون، مضمون ربما لم يتناوله الكثيرون من قبل. ضباط حراسات شخصية لرئيس الجمهورية يدخلون في صراعات مع بعضهم البعض، وسيظل السؤال هو مين اللي قتل. يعني السؤال ده هيبقى على طول في الذهن يا استاذ محمد. انتوا كنتوا حريصين جدا انه الاجابه على السؤال تكون حتى الحلقات، حتى الحلقه الاخيره يعني. ده حقيقي. ده يعني اصل المسلسل مبني على تيمة مان الجاني، فانت لازم تفضل ماشي بيها لحد اخر حلقه. بس في نفس الوقت انا كنت بلعب لعبه تانية، حتى لو انت لو قدرت توصل ل او توقع استنتجت حد من شخصيات المسلسل هو ده اللي عمل ده، هيبقى عندك قدامك لغز تاني عملها ازاي. فانت حتى لو عرفت ده انت كل الحاجات دي اتربطت ازاي في بعضها. قدر يعمل كل ده ازاي. بس يعني يظل الشك دايما، ده حتى يعني في ناس عندها شك في اخته دينا، يعني في ناس عندها شك في الجماعه الاسلاميه وهل كان محمود الجندي ينتمي اليها ولا لا. في شكوك الضباط نفسهم وصراعاتهم، مين هو يونس عبد الحميد. يعني كل ده تساؤلات في اذهان الناس. يعني ده حقيقي. انا كنت برضو عامل يعني، كنت حتى وانا بشتغل كان في دماغي دايما ان انا كل شخصيه من شخصيات المسلسل ليها جزء بتاعها، يعني فيها كذا مجموعه من الحلقات المسلسل بيدور حواليها في الجزء ده، فده خلى الناس كلها تقول ده اكيد هو ده. وبعد كده شويه الاقي المسلسل بيدور حد تاني فكر في اللي بعديه وهكذا، كنت شغال بالاسلوب. طيب. ده يعني استاذ رون الرقابه ما اعترضتش خالص لانه مسلسل داخل فيه مدير مكتب رئيس الجمهوريه
هيقولك بقى في فترات سابقة ولا حالية لا، ضباط أمن دولة كانوا في الحراسات الشخصية لرئيس الجمهورية، ما يعني المنتج النهائي ما كانش فيه أي تحفظ. بص أقول لحضرتك حاجة، إحنا قدمنا الورق بتاعنا بشكل عادي خالص، أخدنا الموافقة، محدش كلمنا في أي تفاصيل، ما طلعش أي ملاحظ، ولجنة المشاهدة بتاعت الرقابة جت شافت الحلقات بعد ما تقفلت. الصراحة ناس وبيتكلموا وقاريين كويس قوي، يعني المسألة مش مسألة ان هو حاجة حكم، بالعكس لا، الناس جاية قارية وتفاصيل وتقول طب ده وده وده تمام. فأنا ما واجهتش أي مشكلة مع الرقابة من بعيد ولا من قريب خالص في هذا العمل. يعني ممكن أضيف حاجة برضو، يعني في حد من الرقابة كلمني في التليفون، يعني كلمني تواصل عادي برا الشغل، قال لي أنا شفت المسلسل وبحيك عليه، يعني هو الراجل اللي بتفرج قال لي أنا مبسوط جدا من اتفرجت عليه، ما كانش لي اي تعليم الحاجات دي خالص، وما كانش في اي تحفظ من اي جهه خالص. امنيه حتى خالص يعني. بالعكس، ولا اترفع تليفون ولا حد اتكلم، ولا حتى الحاجات اللي بيطلعوها اللي هي المحاذير الرقابيه ما طلعناش عندنا حاجه في الورق اصلا. فده دي كانت حاجه واحنا داخلين عليها كنا بنقول ان العمل ممكن يبقى فيه جدل او كلام، بس احنا ما حصلش اي معاكسات او اي حاجه. بعدين حضرتك يا سؤال، هو طبعا المسلسل هو ماشي مع سياسة الدولة في الفترة الحالية، الشعار اللي رفعه الدولة ورئيس الجمهورية هو محاربة الفساد. يعني هو دلوقتي في شعار واحنا كلنا شايفينه، يعني بيعملوا في الأراضي وبيشوفوا الحاجات الوضع يد، وفي شغل جامد بصراحة، احنا بنحيي القائمين على الدولة على الأمور في الدولة عليه. يعني ان هو المسلسل بشياكة شديدة من غير ما يختص حد بالذكر، يعني بيتناول بعض الأمور اللي كانت مش تمام بشكل محترم، اللي فيها فساد واستغلال النفوذ، وبيحارب بقى الفساد ده واستغلال النفوذ، يعني فما هياش بعيد عن سياسه الدوله الفتره حاليا. طيب يا سبب مسال هبدا، عايز اشوف المشهد اللي كنا نوهنا عنه، لانه كمان من اهم المشاهد، وانا فوجئت بتقولوا عملتوها في وسط البلد وفي رمضان، نشوفه اولا ونعلق عليه. طبعا واحنا بنتابع المشهد في بيبقى فيه حوارات جانبيه، معقول انت بتقول لي انه عملتوا المشهد ده بدون دوبلير وقعتوا بالشكل ده من ال والله العظيم بدون دوبلير. وفي مشهد كمان تاني كنت متشعبط في السور كده في الحلقه الكام، الرابعه ولا الخامسه؟ الحلقه الخامسه. خمسة. واحد بيحاول يضربني فبيوزقني فبمسك في السور، فبيجي يضربني عايز يعمل كده، فامسكه من رقبته بحذفه هو بقى. فالحاجات دي كلها احنا بنعملها، بس هو لا بس المشهد ده تحديدا لانه حتى لقيته على مواقع التواصل الاجتماعي منتشر بشكل كبير، وجايبينه من فوق يعني وبالبطيء كمان. ده حقيقي، احنا عملناه مرتين. احنا اول مره وقعنا على ازاز العربيه على الازاز على قدام شويه، فالازاز اتكسر فتعورت، ولقيت الاستاذ محمد والاستاذ ريمون والاستاذ احمد بيقولوا لي ايه الاخبار تمام كده كفايه، قلت له لا تاني يلا نطلع. طبعا مش ما ينفعش مكلفين التكلفه دي كلها والمكان ومشهد حلو. هو المخرج مصمم انك تقع على سطح العربيه، مش على الازاز، يعني عشان تناموا النومه دي اللي هي المشهد لازم تخرشم علشان المشهد يطلع. بس المسافه بعيده يا سيدي، ده ما البلكونه نفسها دور اول، فبس بعيده الاول قديم يعني دي المسافه فعلا تنازلها كده. وبعدين هو للامانه بيبقى فيه واير، بس الواير ده بيبقى خفيف قوي، يعني امان بس امان امان، لكن هو حضرتك احنا بنطلع بناخد الهبده بالواقع بدرجه العربيه اتطبقت من جسمنا انا وهو، يعني العربيه اتطبقت بجد واحنا اتعورنا، بانت انها اتطبقت بجد يعني. بس انت يعني في هذا المشهد ما تخافش انك ممكن يختل توازنك فما تقعش على تقع على الارض جنبها مثلا؟ شوف يا زوال، انا ساكن طول عمري مع والدي في دور ارضي، وعندي بيت كده في البيت، عندي حته دور ارضي بقعد فيها، انا اساسا بخاف من الادوار العاليه اللي ما اعرفوش بقى. زي الاستاذ محمد صبحي، الاستاذ محمد صبحي في اي فندق ما تلاقيه ما يشوفوا له اي حاجه تحت. بس انا ايه بقى ساعه المشهد ده، انا داخل رايح ايه بتشاهد، يعني انا مفيش كلام، لدرجه اللي كان حاسس بيها الاستاذ ريمون والاستاذ محمد بصراحه. لا انا وقفوا معايا فوق، عرفت المشهد صعب، فروحت انا ومحمد طلعنا لياسر قعدنا معاه فوق قبل المشهد، فوقف هو محمد ابو النجا، فمحمد يقول له يلا بقى وهنعمل، يقول له بقول لك ايه هنعمل المشهد حتى لو متنا، هيتعمل. قلت له هنتعمل. هو كان قلقان وبيشجع نفسه بشكل كبير، والمسلسل الحمد لله مكسر الدنيا، والمشهد مهم ومشهد فارق في الدراما،
انا واقف طبعا. ايه هي اللحظه؟ اصعب لحظه هي اللحظه وانت حضرتك واقف من فوق خلاص وهيرمي بقى وتنط وتنط. لانك لو ترددت لحظه هي ده ممكن توقف فوق السور ورجل ايه جوه ورجل بره، واحد ماسكك من الكمر بتاع الحزام ورا، والراجل ده هيسيبك. انا ايه احساسي اقول ايه عايز الزمن يتوقف. حلو قوي لحد الحلقه 20 حلو قوي. فكرتني باللحظه اللي كنت فيها من الطياره في برشلونه برضو نفس الحكايه، كانوا ماسكيني وراحوا حادفني مره واحده، كانت نفس نفس الاحساس دي. احساس مرعب. بس ده بتتكلم عن مقلب؟ لا ده كان بجد، احنا نطينا بالطياره بجد. بجد مش مقلب، هي بتخوض مغامره يعني بعض الحلقات انها بتخوض تجربه. مش تجربه برنامج اسمه التجربه. طيب بس ده يعني هنا ما وانت طبعا بتقع بيه، بتقعوا انتوا الاثنين مع بعض. ماسكين في بعض وعدته يعني ده مش حد يعيده، ده معاد يعني انا اعمله وخلاص. يعني على الازاز يعني مخرج مفتري. انا اسوأ كلمه سمعتها في حياتي اليوم ده. معلش هناخده كمان مره. لا والصح والله العظيم حسيت ان انا بسمع ايكو كده. انا عايزكم تنزلوا على سطح العربيه قدام شويه. طب ما كويس ان احنا ما نزلناش على الاسفلت تاع جنبها. يعني ده لا وبعدين ايه، واحنا بيسيبونا احنا بنقع بجد يعني. انا وانا محمد والله بنقع بجد. طب السطح العربيه نفسه الخبطه فيه ما مش موجعه؟ موجعه جدا، موجعه جدا يعني. انا روحت رجلي من هنا وكوعي وجسمي مخبوط وارم يعني. انا عندي في رجلي الشمال هنا الى الان من النزله دي لغايه دلوقتي بتوجعني جدا يعني، متألم جدا يعني. عايز اروح اكشف بقى، اروح اشوف في ايه. بس انا لسه مخلص تصوير الصبح النهارده. لا مش مشكله يعني، بس انا استاذ رمون المشهد ده اعتقد يعني في زياده يعني في الاكل. ما احنا لسه في مقصه بقى هنقعد نشتغل عليها. في ده مين صاحي الراجل اللي جاب لك دوبلير ياخد فلوس وبتاع؟ لا ده هو رفض. لا ده هو رفض احنا جبنا، هو اللي مرضيش. مشهد الفيلا كان فيه دوبلير والمشهد ده كان فيه دوبلير، وقلت لهم لا خلاص يعني نعملها، ما ينفعش يا جماعه نبوظ. والله دي شجاعه منك، لانه الحقيقه في احتمالات انك تتاذى منه كبيره كتير والله. وكمان المشهد بتاع الخبط في انك تشيل، انت قلت لي انه ده المدرب بتاعك محمد ابو النجم. محمد ابو النجم كابتن محمد ابو النجم. لو نشوف نشوفه كده، ده يعني هو اللي بيدربك على ده اللي بيدربني كان في الجيم. قعدنا خدنا فتره طويله تدريبات يعني، كان هو مدربي كابتن محمد ابو النجم، وانا بشكره طبعا على الهوا يعني. وهو اللي ادى بطل العالم، بطل العالم في كمال الاجسام يعني. بطل العالم في كمال الاجسام. بس يعني يتضرب برضو كده وكده في الدراما. طب نجيب الاستاذ محمد عبد الناجي كده نشوفه على الشاشه كده. المشهد ليه متاخر اهو؟ ده اللي بيدربك على الاعمال القتاليه دي. اللي كان وانت شلته فعلا كده؟ والله ده تقيل. لا انا اعتقد بس هو عشان جسمه كله عضل، ففي حاله انا اسف يا ابو بنا بقطع، عشان جسمه كله عضلات يعني ما عندوش شحم كتير، فهو لما جسم الانسان بينشف في لحظه تقدر تشيله، لكن لو راحت سايب جسمه بيبقى صعب. هيستناك بعد الحلقه على فكره. وانت مؤمن يا ياسر انه كل ما تعمل الاعمال دي، او انا شايفك ده انت شايله فعلا يعني. هو وخبطته في الحيطه يعني في الارض. في الارض انا عشان اعمل المشهد ده استاذ وائل قعدت في الجيم عشان اشيل اوزان. وفي حركه من مخك برضو بالكاميرا يعني. انا قعدت اشيل اوزان يعني. كنت بزيد بقرص قوي في الاوزان في تقيله علشان اعرف اعمل الشوط ده يعني. الشوط ده كان محتاج فعلا انك تشيل اوزان تقيله. فكان لازم تؤهل نفسك لده يعني. وده كان المشهد ده كمان اتصور في البدايات يعني، ده كان في بدايات المسلسل مش كده يا استاذ؟ كان الديكور ده ديكور ده الناس. تاني ديكور. كان تاني ديكور. يعني في اول 10 ايام المسلسل، اول اسبوع. مظبوط. اول اسبوع يعني. فكنت في الفتره دي في كامل لياقتي البدنيه يعني. بس والوقعه نفسها كمان يوم حقيقيه ولا الوقعه يوم تاني؟ لا دي بعديها بقى، ده الوقعه دي من قريب في رمضان. وكمان انت عشان تعمل حاله المطر كمان ما اقولكش والله انتوا اشتغلتوا. وده اللي خلى المشاهد تطلع طبيعيه يعني. ده حقيقي. إيهاب هنا طبعا الشخصيه في المسلسل في نوع تاني بقى، في الجزء بقى المتعلق بالفساد والصفقات. بس كمان عندك يعني جانب عاطفي. عجبني اول مشهد وانت قاعد بتكلم دينا في التليفون وقفلها تحت العماره. حاجات كان ياسر بيعملها من 17 سنه كده. بس ده العيله كلها قاعده بتتفرج.
اقول لك كل حاجه خمس سنين القانون بتسقط بالتقاضي. انا بقى لي 11 سنه يعني 11 سنه متجوز وزوجتي انا بحبها جدا وهي بتحبني لا وانا في يعني المشاهد حتى فوقي كمان انك بيتوتي جدا وعائلي جدا ده حقيقي ربنا يوفقك ويخليهم لك دايما. الله يخليك ايهاب فهمي حبيبي. شوف بقى بعض الناس هيقول لك مع انه معروف عن ياسر انه يعني بس ده كان زمان انت بتقول في الماضي يعني. في الماضي واضح الحلقه ده بره النهارده واضح الحلقه ده عندي ازواج متوصي قوي بالجانب بتاع لانه الحقيقه ياسر جلال هذا العام الناس بتتعامل معه لانه حتى يعني بدا الهوس بياسر جلال انت عارفه فيه احيانا جه متاخر الهوس متاخر 11 سنه والبنات بقى وصور ياسر جلال وبتاع الحمد لله انا مراتي عندي بالدنيا ايهاب فهمك انا هتكلم فعلا طيب والله وعامل لي بقى بتحب كده والتليفون هو كان مشهد حلو قوي والنبي انا كلمتك عليه بعدها مشهد عاطفي قوي انا اقول لحضرتك طارق الجمل في شخصيه كده في الدراما دايما بتبقى مكتوبه بنسميها كده من تحت الجلد يعني الشخصيه اللي تفعل يعني وانت مش حاسس انها بتفعل يعني بتعمل مشاكل في قمه الهدوء عندها صراعات داخليه طارق الجمل الحقيقه كان مكتوب زي ما بيقولوا بالمزوره مكتوب حلو قوي علاقاته اللي هي كلها مصلحه يعني حتى العاطفه بالنسبه له مصلحه هو عاد لينتقم او عاد لياخذ حقه في اي شيء يعني بس هو الحقيقه زي ما بيقول ياسر زي ما حضرتك بتكلم كده على مشهدي انا ودينا المشاهد الحلوه جدا لان في زي ما بيقولوا في سيمتريه في الشكل العام يعني في من تحت لفوق قديمه شكل كلاسيك ده مع ان واحد ما عندوش الجانب الرومانسي ده خالص عشان يعمل ولا وحشتيني وبرده في نوع من انواع التحدي لوجود الراجل ده انه يروح عند بيته يعني لانه غريمه يعني هو غريمه وعدوه طبعا وانت متهمه حطه في المتهم الاول الاول في قتل ابنك وزوجتك يعني. في مشهد انا وياسر الحقيقه انا عملناه يمكن في المراحل الاخيره من المسلسل كنا في رمضان كنا ما بدناش رمضان لسه كنا في رمضان بيومين ده حقيقي اللي هم المواجهه اللي بينهم كان تحت المطر ومن المشاهد اللي تلاقي فيها صراع درامي وصراع تمثيلي وصراع كتير قوي يعني في بيبقى في مشاهد كده انت في المسلسل دايما لما بتيجي تعمل دور بيبقى عندك مشهد اتنين زي ما بيقولوا الاستاذ محمد لكن هو نادرا لما الممثل بيبقى قدامه كذا مشهد بلغه التمثيل بيتمطع فيهم تمثيل صح محمد دي مش هو بس كلنا والله كلنا فيعني دي بتبقى حاجه من ربنا ان ربنا بيحطك في ايهاب كان رائع في المشهد حبيب الله والله والله انا قلت لك يعني انت كنت عظيم فيعني هي المساله كلها انت كنت امام شخصيه يعني الى حد ما الشر انا بحب السكك اللي بتبقى متغلفه بحاجات يعني اللي هي مش العين والرجل يعني راجل عادي جدا عنده صراع ابنه عنده مرض التوحد عنده صراع خارجي عنده صراع انواع صراعات كثيره في المشاعر الانسانيه دي موجوده طبعا. بشكل وكمان المحل ده بيعمل شوكليت كيك لا واكترز يعني لا انتوا اكترز انا معروف عني بص اصحابي الانجليش عندي قوي جدا هم الحقيقه استغلوا الموضوع ده على فكره الملحوظه دي يعني سؤال واضح ان هو متابع لا وبتابعه في مسلسلات يعني يمكن ان تتابعها وانت مشغول بحاجه يعني انما ده لازم طبعا. تتابعه وتركز فيه جدا لانه كمان في معلومات وفي اسماء طبعا. وفي طبعا. شخصيات طبعا. في اجهزه امنيه وزي ما قلت كمان يعني في مؤسسه رئاسه يعني وهيظل الناس تسال مين هو مدير مكتب الرئيس ومين هو الضباط الحراسات الشخصيه وتحاول تنسج القصص حول نهايه المسلسل. محمد بالتاكيد الاستاذ محمود عبد العزيز كان هيبقى سعيد جدا بدورك ده كان بنصحك دايما يقول لك يا محمد كمل في هو اللي نصحك بانك تكمل تدخل في التمثيل يعني حاسس انك في البدايه كانك تضع قدما وبتحاول تسحبها تاني يا جماعه لا خليني في الانتاج كان بنصحك دايما انك تكمل في التمثيل وتمثل كان بينصحني نصيحة يمكن فهمتها مؤخرا كان بيقول لي بلاش تمثل
فعلا هو الميديا عموما قال لي فكرة الميديا بالتمثيل بلاش. وقتها طبعا كالعادة كأي حد في دماغه حلم أو في دماغه حاجة عايز يعملها، لا أنا ده أنا في دماغي، لا ده أنا عندي، لا ده أنا أقدر، لا ده أنا مش عارف إيه. وكان بيتبسط لما كنت بنجح في أدوار قديمة كنت بعملها أو حاجات يعني كانت فارقة شوية، ولا كويس ولا كويس اتطورت، وخلي بالك مثلا من تفاصيل كذا، بينصحني لما لقاني مصر. بس النصيحة بتاعت بلاش أنا بدأت أفهمها دلوقتي، بلاش مش عشان الميديا وحشة، وبلاش مش عشان ما بيحبنيش، وبلاش مش عشان هو شايف ان انا مش ممثل، بلاش ان هو شايف ابعاد تانية وشايف قد ايش الحدوتة نفسها صعبة، صعبة ك ك كاستحضار احاسيس، صعبة كمعايشة، صعبة كصراعات بتحصل بعد ما بتبقى ممثل كويس. صراعات في اختيار، صراعات في تنافس، صراعات في ايا كان نوع الصراع، بس هي الحدوتة صعبة جدا. قايمة على شايف ان قواعد الوسط الفني لا الشغلانة نفسها قايمة على ان 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 حضرتك اي حاجة في الدنيا بتجيبها من مخزون، يعني حضرتك لو بتبيع حاجة عندك مخزن بتاخد من مخزن وتبيع، فالمخزون بتاع الشغلانة او بتاع التمثيل هو خبراتك انت، وبتحرق دمك انت وبتعيشها انت بجد وبتصدقها بجد. يعني المشهد اللي حضرتك بتتكلم عليه ده بتاع انا اللي هو بتاع مش هسيبك في حالك وهفضحك وهعملك ومش هضيعك زي ما ضيعتيني، هضيعك زي ما ضيعتيني، ده مشهد انا بالنسبه لي كان صعب جدا. بعد ما خلصته كان السبعة تقريبا تقريبا حاجه كده السبعه يا ريت نحاول نجيب المشهد ده يا جماعه 15 انا بالنسبه لي المشهد ده بعد ما خلصته اقسم بالله العظيم انا خارج بترعش، جسمي كله بيترعش وصوتي رايح مرجع بجد ومصدق بجد. يعني انا يمكن من ضمن الحاجات اللي خدتها من ابويا فكره انك تصدق انا بمثل ليه، انا ايه يعني ايه بحب التمثيل. انا بحب التمثيل لان التمثيل ده حاله هعيشها عمري في حياتي ما هعيشها بجد، اذا كنت ظابط، اذا كنت حرامي، اذا كنت رجل اعمال، اذا كنت فقير، اذا كنت غني، اذا كنت كل دي حالات انا مش هعيشها بجد، بشوفها من الناس حواليا، بشوف كاركترز ممكن انقش من ده حاجه، اشوف من ده لازمه، اشوف من ده بتاع، بس في النهايه انا بحب التمثيل عشان اعيشه، فلما بعيشه بجد وبصدقه بجد ببقى الشخصيه بجد فبتعب بجد. ده مش انا، مش بتكلم عليا انا، انا يعني انا حجما كتمثيل انا عارف حجمي فين، انا لسه في حته لوحدي كده صغيره بعيدا عن اي، انا مش بتكلم على ده، بتكلم على فكره الممثل عموما وفكره نصيحة ابويا ليا بانه بلاش. فبلاش زمان انا كنت فاهمها ان هو مش شايفني ممثل. هو ده خوف الابن بالظبط، خوف الاب، مشاعر الابوه يعني بالظبط، مشاعر الاب باتجاه الابن يعني بالظبط. دينا قبل ما اطلع فاصل بتهتم بالسباق بقى مين فينا احسن، يعني انت في البطوله النسائيه ثلاثيه هنا او رباعيه يعني فيها علا غانم وانت وهنا ودنيا عبد العزيز بالظبط. لا بتهتم بالسباق انا مين هيبقى احسن ومين اللي هتؤدي الدور بشكل افضل والمساحه قد ايه المساحه الدور؟ ما تهيأليش ان انا اتكلمت في المساحه مع استاذ ريمون اول، انا ناسي انا كنت اتخانقت ولا لا، واضح ان انا ناسي انا اتخانقت في مشاهد ولا لا. لا ما اتخانقتش في مشاهد، انا اتكلمت مع استاذ ريمون لما قعدت معاه في اول قعده ان 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 الشخصيه لما تبقى موجوده في الاحداث، هي كانت لسه الحلقات بتتكتب، ان هي لازم تبقى مؤثره في الاحداث، ما اتكلمتش على عدد مشاهد. بالعكس انا كنت مبسوطه جدا ان كل دور جاي فيه اسم ممثله قويه هتعمله عشان احنا كلنا البرواز كله يبقى شكله حلو ويبقى تقيل. متهيأليش يعني ان انا عمري بصيت مين عمل مشهد احسن مني غير علشان انا استفيد، علشان انا كمان اطلع احسن، يعني اللي هي المنافسه الشريفه، والله مش بقولها كلمه هي يعني المنافسه مشروعه ومطلوبه، بس اصل مش هينافس مش هينجح. يمكن في حوار دار قدام استاذ ياسر في المستشفى مع علا، كان اول مره نتقابل بعد رمضان، هو يمكن يقول انا قلت لها ايه، يعني اول ما شفتها قلت لها بجد انت يعني كانت يعني بتقول لها انت هايله علا. يعني هو دينا على فكره كواليسها جميله، يعني هي شخصيه جميله جدا، هي زي ما حضرتك شايفها كده يعني. فهي بتحب كل زمايلها ويعني بتشكر، يعني تلاقي علا عملت مشهد حلو فتقول لها برافو علا وانت كنت هايله وكده، يعني ده في دينا بصراحه يعني للامانه يعني. لا وعلا عمل الحقيقه دور هايل وكويس انها يعني جداً ابتعدت عن نمط ربما المشاهد كان بيضعها فيه دائما،
لا ده شخصية سيدة أعمال قوية وتعتمد على شخصيتها وعلى أنوثتها أيضا يعني. وطبعا لا وعمل أم الولد كبير يعني. وأم الولد كبير يعني يعني هايلة. المشاهد بقى اللي بيني وبين أخويا اللي هو ابن علا في المسلسل أخويا مشاهد حتى المشاهد يعني في النهاية أخوكي بس قصة حب غريبة بيني وبينه. أنا قلت له أنت عارف أن أنت أقرب حد ليا على قد كرهي لأمك أنا بحبك قوي وتشربي معاه ممنوعات لا ما بنش على فكرة والله يعني هو يعني في سياق الدراما يعني شوية أن الشخصية عندها مشاكل نفسية الراجل بس دخل ولا مش عارف بس ما أول حاجة بعد إذنك أنا آسف لو عايز كنت تحبي كملي قوي لا طبعا زويل بس أنا في مشكلة أن الدراما لو حضرتك بتتفرج دلوقتي على عمل فني واحد واحدة طيبين وجمال وشكلهم حلو الاثنين دول حبوا بعض واتجوزوا خلفوا ولد وبنت حلوين وطيبين وجمال وزي الفل ودخلوا الجامعة وكل واحد فيهم اتجوز وخلص الفيلم أو المسلسل حضرتك ده فيلم أو مسلسل اتفرج عليه امتى الدراما تبدأ لقدر الله لو الابن انحرف طبعا لو البنت حصلت لها مشكلة هنا يحصل الصراع ويحصل الدراما وبالنهايه بتقدم مضمون الشر دايما الحياه دائما هي صراع بين الخير والشر انت بتقدم لانك مفيش حد يعني في الشخصيات جمال الشخصيه ان لازم يبقى فيها غلطه مفيش الشخصيه اللي فيها كمال دي صعبه وياسر معجب بشخصيه غاده جدا بيقول لي عندك شخصيه فيها تركيبه نفسيه غريبه ما بين الخير وما بين الكره وما بين المشاعر مسافر بيجي لك كل شهور وجوزها يحتل موقعا يعني مستشار ثقافي في سفاره يعني بالظبط انتوا داخلين في وظائف حساسه يا جماعه انتوا عايزين ايه انتوا يعني عايزين نتفرج وعايزين نروح بيوتنا والنبي يا استاذ الله ده احد امنياتي طيب هطلع فاصل وبعدها هنكمل معاكم مسلسل ظل الرئيس من المسلسلات التي وضعها الناس بشكل تلقائي وعفوي في مقدمة مسلسلات هذا العام. مشاهدينا نحييكم من جديد ظل الرئيس وضعه الناس في مقدمة مسلسلات رمضان هذا العام ولما بقول وضعه الناس ده بشكل تلقائي وعفوي لأن اعتدنا أن أصحاب وصناع المسلسلات والأعمال الفنية يعني بيعملوا من خلال بعض الحملات الإلكترونية بيسوقوا لمسلسلاتهم بأشكال مختلفة يعني تعالوا نعمل استطلاعات تعالوا نقول مسلسلنا هو الأول لا منذ البداية ومنذ الحلقات الأولى هتلاحظوا أن المشاهد أو عدد كبير من المشاهدين بشكل تلقائي جدا هم اللي بدأوا يقولوا لبعضهم البعض لا شوف ظل الرئيس ياسر تعتقد إيه اللي خلى الناس تقول أنه ده مفاجأة أو نجاح ظل الرئيس بهذا الشكل هو المفاجأة ليه؟ ربما هل لأنه الناس بتضع في الحسبان أن في أسماء بعينها هي اللي بتنافس في رمضان فلما يأتي ظل الرئيس بهذا الشكل ويحقق كل هذا النجاح ليه الناس بتتعامل مع ده لأنه مفاجأة؟ هو مفاجأة لأن هي بتبقى حاجة غير متوقعة يعني أحد الأسباب النجاح المسلسل الكبير ده والحمد لله يعني أنه حاجة غير متوقعة يعني الناس ما كانتش تتوقع ان المسلسل ده فعلا يعني الناس تهتم بيه وتقبل عليه بس لو نجينا نحلل الاسباب حليها كتير قوي يعني الاسباب ان العمل وهو يعني لما اتعمل كان مكفول له عناصر نجاح شركه انتاج كبيره صرفت على العمل ما بخلتش عليه ناس فاهمين بيعملوا يعني هما بيشتغلوا بمنطق الهواه مش بمنطق الاحتراف يعني هما ايه لو احنا بمنطق الاحتراف اجيب واحد مثلا واحد بيلعب في الكوره مثلا دفاع اخليه دفاع يعني يجيبه في مكانه باك يمين ما لعبوش باك ليفت لا هم بيروحوا جايبين واحد من الدفاع يحطوه راس حربه يعني هو بيشتغلوا بمنطق مختلف عن السوق انا مش بمنطق الاحتراف انا بجيب الجاهز ده كل واحد في مكانه لكن هم عندهم القدره على المغامره على التجريب ان هم يجربوا فدي كانت وبعدين برضو الناس بتتعاطف مع الغلبان يعني الواحد لما يبقى غلبان قال لك الراجل يعني الجدع ده طيب وغلبان تعالى الانسان ده نتفرج على مسلسل لو لك المسلسل ده ما عندوش حد هيعمل له هيوظف اما مواقع الكترونيه او حملات على النت تشتغل له فاحنا
بشكل تلقائي وعفوي نتحمس له يعني. يمكن بس مش عايزين برضو نغفل جهد الآخرين، لأن أي مجهود في الدنيا يعني لازم يقدر. يعني جميع المسلسلات لكل النجوم فيها جهد. أصلا يعني أنا واحد ابن المهنة وعارف قدين إحنا بنشقى عشان نعمل شغل. يعني نجوم كبار عاملين مسلسلات مش معنى انها اكيد مش وحشه يعني، ما يعني لا انا واثق ان كل المسلسلات ممكن تكون اتظلمت في العرض في الزحمه. احنا كمان عندنا ميزه كمان، اسم المسلسل كان ملفت يعني، ظل الرئيس. الناس قالت لك ظل الرئيس، ايه ظل الرئيس ده؟ يعني ده كان عنصر جذب كبير جدا. اللي هو طبعا لانك انت هنا داخل في يعني في راس الدوله بقى، سواء يتعلق ب مرحلة سابقة أو حتى شبكة العلاقات المتعلقة به. الفنانة علا غانم، يا علا أهلا بيكي. بيكي يا أستاذ وائل، كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة وأنت طيبة، وكنا نتمنى تبقي معانا، ولكن نجاح المسلسل عندك الكراسي قليلة شوية فأسيب مكان لحد يقعد. ده احنا نشيرك على دماغنا يا علا. يا حبيبي ده انا اللي فخوره ان انا كنت معاكم بصراحه، وقاعده كنت بسمعكم من شويه وانت بتتكلم، فانا عايز اعقب بس عن ان ايه سبب نجاح هذا العمل. احنا كنا تحت ايدين امينه في صوره انتاج وفي صوره اخراج. الناس دي ستار ميكرز، يعني صناع نجوم، ودي المهنه الاصعب. المنتج الشاطر بيكسب، بيجيب الناس، والحصان الكسبان زي ما ياسر كان لسه من شويه بيقول، الحصان الكسبان اللي اكيد هيرجع لي مكاسبي وفلوسي. انما احنا مع منتجين بيصنعوا نجوم، بيدوا فرص وبيجسفوا وبيدخلوا السباق كده وبيقول يا رب يا مولاي يعني بارك لنا في اللي احنا بنعمله. فاللي انا عايزه اقوله ميرسي للانتاج اللي ما بخلش على اي حاجه في العمل ابدا، مع الوضع في حسبان الازمات الفظيعه اللي كان بيخشها له، ولكن تجاوز كل ده وقدر يستمر بنفس دخول المسلسل. الكيرف ما قلش. الاستاذ احمد سمير فرج يعني مش عارفه اقول له ايه، كلنا اشتغلنا كتير وقليل ما طلعناش بالصوره دي. طيب علا، ما خفتيش شويه من الشخصيه هنا؟ انت يعني في نقله شويه عن المسلسلات السابقه، هنا سيده اعمال. في مخرج بيوجه. في مخرج بعت لي صور لصوره الشخصيه اللي عايز يشوفها. في اداء بيوجه بيه للممثل تفاصيل عشان يخلي الممثل قادر يفهم هو عاوز يشوف ايه. كل ده ما بيجيش من فراغ سواء ليا او لغيري، انا واثقه ان ده كان بيحصل مع كل الكاست في المسلسل. بيحطنا على التراك وخلاص احنا بنمشي، ولكن الاستاذ احمد كان طول الوقت حتى لما بروح وبرجع له التصوير في الشغل يمكن اكون بحود شويه، فكان بيرجعني على التراك تاني. فهي دي الفكره، ان في رؤيه وفي صناع نجوم، فالرؤية مع ده بيوجهوا صح. الجول بتاعهم ان العمل ده يطلع بالصورة اللي هم بيحلموا بيها. ولا خفتي من حكاية ان انا هاجي زوجة ابو ياسر جلال ودينا فؤاد وعندي ابن كبير، ما يعني بعض النجمات بتضع ده في الحسبان يعني؟ ما انت ما انا بقول ازلونج ان انا بعمل ام لنفس اعمار بناتي، انا ما عنديش مشكله. لانه ده بيخلق مني تنوع، ده اللي بيخليني اقدر اقدم شخصيه كل مره جديده. لو فضلت علا اللي بتقدمها كل مره مش هتشوفني متغيره. لكن انا مبسوطه بالدور وسعيده بالشغل مع الكاست الجميل المحترم اللي قدر يخرجنا في عمل انا فخوره بيه الحمد لله، ونجحنا منطقي لان في ناس كانت شغاله على البروجكت، ما جاش صدفه. الكاست اللي تركب ده بالتركيبه المختلفه، كل الناس بتقول لي كاست مختلف. والناس ملاحظه الروح الجماعيه بين الابطال العمل يعني. مفاجأة عندنا في العمل، ويا رب نكون
عند حسن ظن الناس ونكون قدمنا لهم حاجة حلوة الحمد لله. إن شاء الله. علا غانم بشكرك. هاخد كده قبل ما اخد تعليقات أخيرة بس محمد أبو النجا الخبير الرياضي اللي شفناه في المشاهد القتالية مع ياسر جلال. يا أستاذ محمد، كابتن محمد أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أنت ما أنت ضربت ياسر جلال إزاي؟ والله ياسر من أكثر الناس المفروضين جدا 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 في التمرين، ويعني أنا استفدت منه أكثر من كده الصراحة. استفدت منه؟ طبعا. يا كابتن، يعني انت كابتني واخويا وحبيبي، انت كده بتعكس الايه. يعني انا اللي استفدت منك وانت اضفت لي كتير يا كابتن محمد، وكابتن محمد بطل العالم، وكان لي شرف ان اتدربت على ايديه، وبشكرك يا كابتن. انت الفضل بعد ربنا يرجع لك في الفورمه الحلوه اللي احنا كنا عاملينها في المسلسل. انت فنان وبسم الله ما شاء الله عليك. الاصرار بيجي من المدرب، ما هو الا وسيله عنده امكانيه ان هو يطلع ده من الشخص اللي قدامه. بس انت ايدك تقيله قوي يا كابتن. معلش يعني، خلقه ربنا ولا ده بالتمرين؟ لا انت بتحس بالايد التقيله دي فعلا قوي. لا هو ايده بسم الله ما شاء الله، يعني حتى الخبطات في يعني إيده في وشك دي جاي ايده بست صوابع مش بخمس صوابع زي العاديه بتاعتنا يعني. فكم واحده فلتت منه كده. قول لي لما هنا ما ياسر شالك بقى وخبطك في الحيطه كده، ده على الترابيزه، في الترابيزه. ده انت مدرب ياسر على كده يا كابتن محمد؟ هو بسم الله ما شاء الله طبعا بيلعب باوزان، واوزان ابطال، يعني ناس محترفين. يعني لو فعلا فاض في المره كده من المرات نشوف هو بيتمرن فعلا باوزان. عامل زي بالظبط يا ابو النجا، زي ما باجي لك الجيم انا بالظبط. اهلا حبيبي. لا محمد، انت عايز ما يعني لا ابو النجا ده انا بضربه في الجيم ثلاث سنين يعني. لا في حضرني لازم اقوله، انا على طول بقى محمد في الجيم يعني، فبقول له محمد انا خلاص اصدق ان انا اصلا بروح الجيم. لا بتروح، انا على قد. بقول له ايه؟ بقول له انت، انا عايزك تعمل 6 باكس هنا وبتاع. قلت له الله ان شاء الله. قلت له قربت يا محمد، انا ال 6 باكس خلاص طلعوا. قال لي انا عندي 6 باكس هنا، 6 شهور. انت عندك 6 باكس فرحان، انا 6 باكس. الموضوع مختلف. بس هو كان خاسس جدا. لا يعني انت مش كنت عامل ياما كنت قبل طيب. كان محمد لما وقعت بقى مع ياسر جلال المشهد ده الحقيقه، ما انت طبعا متهيألي ما تخافش على نفسك انت، ولا خفت؟ انا خفت على العربيه من محمد. طبعا بالنسبه لي كان كويس. انت جربته قبل ما ابداه مع بص الاب ده صح. لكن الميزه ان انا معايا حد ما شاء الله شجاع حبيبي. بس انتوا تقعوا حاضنين بعض كده في سهل. هو ما شاء الله عليه بيقول لي بص ما تخافش، انا اللي هزق وهقع انا وهشدك وما تقلقش. هو اللي كان بيطمني. انا ما كنتش، مش انا اللي كنت بكلمك يا كابتن، ده كان قريني، ده القرين بتاعي. انا كنت خايف مرعوب اكتر منك، بس ربنا ستر. اللقطه طلعت ممتازه، والاستاذ احمد سمير اخرجها بشكل رائع طبعا، قري فعلا وكانت طالعه تحفه، لانها فعلا بصراحه واقعيه. اتهبدنا على العربيه يا جماعه طبعا، وعشان كده يعني مشهد لفت انتباه الناس، وعلى الاقل يعني كمان وضح ان صناع المسلسل عاوزين يعملوا مشاهد حقيقيه ومؤثره يعني. بشكرك كابتن محمد. هاخد كمان الفنان محمود عبد المغني. يا استاذ محمود اهلا بيك. وائل ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. يعني عايز اهنيك اولا قبل ما اسمعك، لانك الحقيقه عامل دور ضابط امن دوله، امن وطني يعني، وكان رائع بجد وبشكل الحقيقه اثر في الناس بشكل كبير يعني. الحمد لله. عايز اسالك عايز اقول انتم منورين الدنيا، وهو ده النجاح، ان يبقى فيه عمل الناس كلها مركزه من البدايه انها تنجح. مفيش اي حاجه تانية ممكن تقف قصادنا. كان معانا توفيق ربنا سبحانه وتعالى واجتهادنا ان احنا نوصل للي احنا وصلنا له ده، واكيد ورقه محترم لمحمد اسماعيل امين ومخرج. يعني عايز اقول يعني اذا كان في نجاح بالنسبه لنا كلنا اصلا يعني من صغيرنا لكبرنا، فهو احمد سمير فرج يعني مش عارف اقول ايه. يعني ساعات بتكون نفس الممثل موجود في عمل وموجود في عمل اخر وعمل بعد سنه، بتقول هو ليه هنا مش منور، هو ليه مش عامل، مخرج عليه عامل،
بعرف يدور على بيبان ممكن تكون مقفوله، ممكن يعني بيستفزك عشان تخرج الاحسن، بيستفزك عشان تخرج الجديد. فانا يعني بدل كل الشكر وكل العرسان لكل الناس الحمد لله اللي كانت مبسوطه من دوري ومن شغلي. انا بوجهها اولا بعد ربنا سبحانه وتعالى سلاح مسلمين فرق، وشركه فنون مصر الشركه اللي تصدت لحاجه نفس الشركات كلها تعملها، هي فكره انها بتشوف امل، بتشوف حاجه، يعني مش بتشوف حد من فراغ، لا هي بتراقبه فتره طويله جدا في صمت لغايه ما بتتشجع انها تعمل حاجه زي كده وانها تطلع لنا نجم محترم اداء وخلقا زي ياسر جلال. الله يخليك يا محمود، ده انت انت اللي قمه الخلق والله والفن والابداع. يعني والله انا الحقيقه انا اتعلمت منك يا محمود في المسلسل بامانه، انت ممثل عظيم. يعني الروح الحلوه اللي كانت موجوده صدقني يا سؤال احد عوامل النجاح. ما ده بتستوقفني بقى يا محمود هنا، لان في مباراه حتى في التمثيل في المشاهد العاليه جدا بينك وبين ياسر جلال، يعني كلاكما ضابط امن وطني وحراسات شخصيه لرئيس الجمهوريه، وتؤديان الدور بشكل فيه تنافس كبير. بس انا شايف كمان ان في روح في العمل بينكم، التنافس ما بياخدش شويه في قضيه مين الاحسن ومين النجم، لا بيهمكم نجاح المسلسل اكتر. اكتر والله، هو ده اللي يهمنا اكتر. يعني انا بكون في تصوير مثلا في مسلسل، انا السنه دي عملت مسلسل اول مره في حياتي اشتغل عملين، فانا ما كنتش شفت الحلقه، فلاقي ياسر جات لي رساله من ياسر والحلقه شغاله انا في الكاس بس قاعد بفرك، الاقيه يقول لي ده الشهاد الفلاني وايه اللي انت عامله ده؟ واقف عليك وانا اقوم مكلمه اقول له انت كذا كذا والمشهد الفلاني، دي روح. يعني بنقعد نشد من اذرع بعض، بنتنافس مفيش شك، بس بنتنافس منافسه شريفه لخدمه العمل طبعا، ولا يعني حتى هي مش تحت مسمى المنافسه، هي تحت مسمى يعني حاجه اسمى من كلمه منافسه. يعني نفسنا ان العمل يطلع الناس كلها تكون منوره، وهو ده اللي حاصل. كل واحد عدى في المسلسل ده او شارك في المسلسل ده اعتقد الناس شاورت عليه، لانه كمان بقى في عدوى في الواقع، ان يعني عارف لما يكون في ممثل كده داخل لما ابدا اقول لك انا عندي دور هنا، يعني كلمة سبوبة أو يعني حاجة جملة يعني مثلا بتتقال، يعني لما بيلاقي الناس جزة يعني يقول لك أنا خرابي لما أطلع بقى اللي جواي، وفي وجود أحمد سمير فرج. أنا دايما بقول في الأول وفي الآخر أحمد سمير فرج، أنا مش عارف كل الكلام اللي ممكن أقوله مش عارف أوصفه إزاي. كتير جدا أنا بذاكر، بمسك الورقة والقلم، ودي شخصيتي، أنا بحب كده أذاكر الورقة والقلم، بيلبس إزاي، بيضحك إزاي، بيتعصب إزاي، ايه الهيستوري بتاع الشخصيه. بعد كده كنت عايز اقول حاجه، ما بتكونش نفس الخيوط 100% برضه. طيب امشي بالتليفون شويه يا محمود عشان الصوت كده تمام كده كويس كده تمام بقول ان اتفضل ان الواحد بيذاكر شغله وكل حاجه، لكن لازم يكون وراك مخرج يعني عارف كل تفاصيلك وعارف كل تفاصيل الشخصيه ودايما معاك ودايما بيوجهك، لان ما فيش ممثل بلا توجيه، زي ما فيش حصان اصيل عربي او حتى مخطوم او بسعر ملايين، لازم لجام، لازم يكون في مخرج يعرف يطلع منك الجديد. طيب. كله ياسر عايز يقول لك حاجه، اتفضل يا ياسر. لو تسمح لي يا حودة، انا على الهوا بقول لك ان انا مدين لك بشكر كبير قوي يا محمود، لان هو محمود عبد المغني نجم كبير قوي، نجم كبير بيعمل افلام بطولته وبيعمل مسلسلات بطولته، وكون ان هو يقبل ان هو يقف في ظهري ويدعمني الدعم ده، انا بقول لك يا محمود انا مدين لك بشكر كبير لا تتخيله، وبشكرك جدا جدا يا محمود، وعمري ما هنسى لك الموقف ده، انت اخ وغالي وفنان كبير، انا بجد استمتعت بادائك في المسلسل ده، انت كنت فوق الممتاز، اكتر ما استمتعت بادائي انا او ركزت مع نفسي، انا بشكرك جدا جدا يا محمود. والله العظيم الشكر موصول، لان انت على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني شخص محترم جدا، واحنا اصحاب ويعني